تعرف ايه عن النادي الاسيوطي؟ اول مره اسمع عنه من ماتش الاهلي. بص، انا عارف ان هو بتاع رجل اعمال تقريبا اسمه الحاج محمود الاسيوطي. والله كل اللي انا اعرفه ان هو كسب الاهلي في دور الثمانيه، ودي حاجه يعني تفرحنا وتفرح الاسايطه كلهم. انا عارف ان هو صعد من الدرجه الثانيه، بيلعب بطريقه المدير الفني بتاعه كابتن علي نايف بيحفز اللعيبه اللي هم على قد ما يقدروا يطلعوا الماتش. والله نادي محترم، هو لسه صاعد النادي ده. ان هو نادي محترم. تفتكر مقره فين؟ في اسيوط. في اسيوط، تهالي في اسيوط. شوت يا باشا. طب لو عرفت النادي الاسيوطي ده مقره في بني سويف؟ عادي، انا بقول لك عادي، ما فيهاش اي مشكله خالص. اللي انا متخيله ان هو ممكن يكون الاسم جاي من الحاج محمود الاسيوطي ده اللي هو الملك بتاع النادي. يعني هو طريق صعيد، هو في بدايه طريق صعيد عشان يبقى قريب. مش عارف والله. سويف؟ لا دي حاجه جديده دي يا باشا. تعرف ايه عن تاريخه؟ تاريخه ان هو فرقه كويسه و يعني مستوى كويس. كام سنه وصعد الدوري الممتاز تقريبا بقاله سنتين. فاللي عرفته انه صعد درجه اولى دوري ممتاز عشان هو يعني من اعتبر من الانديه اللي لسه صاعده الدوري يعني.